بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الرابع عشر في قراءة كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاه. أحمد بن هبة الله بن العلاء بن منصور المخزومي النحوي اللغوي أبو العباس المعروف بابن الزاهد البغدادي. كان أحمد هذا أديباً فاضلاً له معرفة بالنحو واللغة والعربية وأشعار العرب وغير ذلك. قرأ على أبي الفضل الأشقر النحوي وعلى أبي محمد بن الخشاب ولازمه مدة، وسمع الحديث وروى واستفاد الطلبة منه. توفي يوم الاثنين 13 رجب من سنة 1600، وقد نيف على 80. في المركب المزجي ها هنا إذا أضيف فيه 3 لغات، أعلاها ما ذكرته هو بقاء بناء الجزئين على الفتح 13 رجب، هذه أعلى اللغات خلافاً لبعض النحويين الذين فضلوا غيرها عليها. وقد نيف على 80، وله شعر منه: فما رفع الهندي وهو حديدة على التبر إلا ضربه بالمطارق، ولو رمت ما راموه بالعلم لم يكن وجيههم في حلبة المجد لاحق. أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة. سمع إبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن سلام الجمحي ومحمد بن زياد الأعرابي وعلي بن المغيرة الأسرم وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري والزبير بن بكار وغيرهم. روى عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان الأخفش وإبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي وأبو بكر الأنباري وعبد الرحمن بن الزهري وأبو عمر الزاهد وغيرهم. وكان ثقة حجة صالحا دينا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم، مقدما عند الشيوخ مذ هو حدث. ويقال إن أبا عبد الله الأعرابي كان يشك في الشيء فيقول: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه. ولد في 200، وكان يقول: طلبت العربية واللغة في 116، وابتدأت بالنظر في حدود الفراء وسني 18 سنة، وبلغت 25 سنة، وما بقي علي مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب، ولم يبق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إلا قد حفظته. قال: سمعت من عبيد الله بن عمر القواريري 100,000 حديث، وقال: مات معروف الكرخي 200 وفيها ولد. وقال أبو محمد الزهري: كان لثعلب عزاء ببعض أهله، أتأخرت عنه إذ لم أعلم، ثم قصدته معتذرا، فقال لي: يا أبا محمد، ما بك حاجة إلى تكلف عذر، فإن الصديق لا يحاسب والعدو لا يحتسب له. وكان لا يتكلف إقامة الإعراب في كلامه إذا لم يخش لبسا في العبارة. وذكر ذلك لإبراهيم الحربي رحمه الله فقال: أيش يكون إذا لحن في كلامه؟ كان هشام النحوي يلحن في كلامه، وكان أبو هريرة يكلم صبيانه بالنباطية. ودخل عليه رجل جاهل فقال له: يا أبا العباس، قد هجاك المبرد. فقال: بماذا؟ فأنشد: أقسم بالمبتسم العذب ومشتكى الصب إلى الصب، لو كتب النحو عن الرب ما زاده إلا عمل قلبي. قال الرازي: فقال أبو العباس: أنشدني من أنشده أبو عمرو بن العلاء، شاتمني عبد بني مسمع فصمت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقار به، ومن يعض الكلب إن عض. قال أبو العباس: محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال لي أبي: حضرت مجلس أخي محمد بن عبد الله بن طاهر، وحضره أبو العباس أحمد بن يحيى وأبو العباس محمد بن يزيد النحوي. فقال أخي: قد حضر هذان الشيخان، وإني أود أن أعلم أيهما أعلم، فاجلس في الدار الفلانية واجمع بينهما واسمع كلامهما. قال: ففعلت ذلك وتناظرا، ثم عدت إلى أخي فسألني عن أمريهما، فقلت: لما شرعا في النظر شاركتهما في فهم ما قالا، ثم دققا فلم أفهم من كلامهما الدقيق شيئا، وما يعلم أيهما أفضل إلا من هو أعلم منهما. فقال أخي:
إنصافك أدق من كلامهما. وسئل أبو بكر بن السراج رحمه الله أيهما أعلم؟ فقال: ما أقول في رجلين العالم بينهما. ولما مات المبرد رحمه الله وقف رجل على حلقة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأنشد: بيت من الآداب أصبح نصفه خرباً وباقي نصفه فسيخرب. أرى أن ضبط الياء بالفتح أحسن، خرباً من خرب يخرب، وهذا يرجح فسيخرب، وقد ضبطه المحققون بالضم فسيخرب ولا بأس في ذلك. بيت من الآداب أصبح نصفه خرباً وباقي نصفه فسيخرب. مات المبرد وانقضت أيامه، ومع المبرد سوف يذهب ثعلب، وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إذ كانت الألفاظ فيما تكتب. وذكر أن رجلا سأل ثعلبا عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: مثلك يقول لا أدري؟ فقال: لو أن لأمك عدد ما لا أدري بعرا لاستغنت. وقال ابن عبد الملك التاريخي: ثعلب فاروق النحويين، والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين، أصدقهم لسانا وأعظمهم شانا وأبعدهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأصحهم علما وأوسعهم حلما وأثبتهم حظا وأوفرهم حظا في الدين والدنيا. وقال المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي: رأس أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، واختلف الناس إليه في سنة 25 و200. وقال ابن عبد الملك التاريخي: سمعت إبراهيم الحربي وقد تكلم الناس في الاسم والمسمى يقول: بلغني أن أبا العباس أحمد بن يحيى النحوي قد كره الكلام في الاسم والمسمى، وقد كرهت لكم ما كره أحمد بن يحيى، ورضيت لكم ولنفسي ما رضي. قال: وسمعت المبرد يقول: أعلم الكوفيين ثعلب. ذكر له الفراء فقال: لا يعشره. قال التاريخي: وكان أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير الشيباني قد ذكر أبا العباس أحمد بن يحيى للناصر لدين الله الموفق بالله، فأخرج له رزقا سنيا سلطانيا، حسن موقع ذلك من أهل العلم والأدب. وقال قائلهم لأبي الصقر وأبي العباس في أبيات ذكرها: فيا جبلي شيبان لازلتما لها حليفي فخار في الورى وتفضلي، فهذا ليوم الجود والسيف والقنا، وأنت لبسط العلم غير مبخلي، عليك أبا العباس كل معول، لأنك بعد الله خير معولي. فتكت حدود النحو بعد انغلاقه، وأوضحته شرحا وتبيان مشكلي، فكم ساكن في ظل نعمتك التي على الدهر أبقى من سبير ويزبلي، فأصبحت للإخوان بالعلم ناعشا، وأخصبت منه منزلا بعد منزلي. وقال بعض الطاهرية يوما لثعلب: لو علمت ما لك من الأجر في إفادة الناس العلم لصبرت على أذاهم. فقال: لولا ذاك ما تعذبت. ثم أنشد بعد هذا: يعابثن بالقضبان كل مفلج به الظلم لم يفلل لهن غروب، رضابا كطعم الشهد يجلو متونه من الضر، أو غصن الأراك قضيب. أولئك لولاهن ما سقت نضوة لحاج، ولا استقبلت برد جنوبي. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رضي الله عنه وأرضاه: قال لي أبو العباس ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. فانصرفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس عني السلام، وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل. قال أبو عبد الله الروذباري العبد الصالح رضي الله عنه: أراد أن الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه. مات أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله يوم السبت 13 ليلة بقيت من جماد الأولى سنة 91 و200، وكان مولده سنة 200، ودفن في مقبرة باب الشام، وقبره هناك ظاهر معروف. وسئل الرياشي حين انصرف من بغداد إلى البصرة فقال: ما رأيت فيهم أعلم من الغلام المنبز، أعني ثعلبا. وكان ثعلب يدرس كتب الفراء والكسائي درسا،
أو يدرس كتب الفراء والكسائي درسا، فلم يكن يعلم مذهب البصريين ولا مستخرجا للقياس ولا طالبا له، وكان يقول قال الفراء وقال الكسائي، فإذا سئل عن الحجة والحقيقة لم يأتي بشيء. وكان ختمه أبو علي الدينوري زوج ابنته يخرج من منزله وهو جالس على باب داره يتخطى أصحابه ويمضي ومعه محبرته يقرأ كتاب سيبويه على المبرد، فيعاتبه ثعلب على ذلك ويقول له إذا رأك الناس تمضي إلى هذا الرجل وتقرأ عليه يقولون ماذا؟ فلم يكن يلتفت إلى قوله. وكان أبو علي هذا حسن المعرفة، قال له إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المصعبي يا أبا علي كيف صار محمد بن يزيد النحوي أعلم بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى ثعلب؟ فقال لأن محمد بن يزيد قرأه على العلماء وأحمد بن يحيى قرأه على نفسه. وكتب أبو نصر الطوسي إلى أبي أحمد من سر مرأة يقول إن شككت، هكذا أظن، فهي هنا غير واضحة، إن شككت في حرف كذا وكذا فصر إلى أبي العباس فسله عنه فإنه كان أحفظ لما سمعه منا. وكان أبو العباس مع سعة رزقه وكثرة موجوده ضيق النفقة مقتصرا على نفسه، ولم يكن مع علمه موصوفا بالبلاغة، وكان إذا كتب كتابا إلى أحد لم يخرج عن طباع العوام في كتبهم، فإذا سئل عن علم الكسائي والفراء نقل العجب. وكان هو ومحمد بن يزيد المبرد شيخي وقتهما، وكان المبرد يود الاجتماع به والمذاكرة فيمتنع ثعلب من ذلك. وسئل ختنه الدينوري عن ذلك فقال المبرد حسن العبارة، فإذا اجتمعا حكم للمبرد، فإن مذهب ثعلب مذهب المعلمين. قال ثعلب دخلت يوما إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وعنده أبو العباس محمد بن يزيد، وكان محمد بن عيسى وصفه له، فلما قعدت قال لي محمد بن عبد الله ما تقول في بيت امرئ القيس له متنتان خضاتا كما أكب على ساعديه النمر؟ قال ثعلب فقلت يقال خضا بضا إذا كان صلبا مكتنزا، وصف فرسا. وقوله كما أكب أي في صلابة ساعد النمر إذا اعتمد على يده، والمتن الطريقة الممتدة عن يمين الصلب وشماله، والذي فيه من العربية أنه قال خضتا، فلما تحركت التاء أعاد الألف من أجل الحركة والفتحة. قال فأقبل محمد بن عبد الله بوجهه على محمد بن يزيد فقال له عز الله الأمير إنما أراد في خضات الإضافة، أضاف خضات إلى كما. فقلت له ما قال هذا أحد؟ فقال محمد بن يزيد بل سيبويه يقوله. فقلت لمحمد بن عبد الله لا والله ما قال هذا سيبويه قط، وهذا كتابه فليحضر. ثم أقبلت على محمد بن عبد الله فقلت ما حاجتنا إلى كتاب سيبويه؟ أيقال مررت بالزيدين صديقي عمرو فيضاف نعت الشيء إلى غيره؟ فقال محمد بن عبد الله بصحة طبعه لا والله ما يقال هذا، ونظر إلى محمد بن يزيد فأمسك ولم يقل شيئا، وقمت ونهض المجلس. قال البصريون والقول ما قاله المبرد، وإنما ترك الجواب أدبا مع محمد بن عبد الله بن طاهر لما تعجل اليمين وحلف لا يقال هذا. وهذا مما يدلك على أن المبرد كان خبيرا بمجالسة الأجلاء والخلفاء والملوك وآداب صحبته. وقال ثعلب صحبت أحمد بن سعيد بن سلم وكان ظريفا يشبه الناس في سنة 23 و200، وفارقته سنة 25 و200، وصحبت العباس بن بوكردان إلى سنة 43 و200، وصحبت محمد بن عبد الله بن طاهر في هذه السنة أول يوم من المحرم، وصحبته 13 سنة إلى أن توفي رحمه الله. وقال أقعدني محمد بن عبد الله بن طاهر مع ابنه طاهر، وأفرد لي دارا في داره، وأقام لنا وصيفة، وكنت أقعد معه إلى 4 ساعات من النهار، وأنصرف إذا أراد الغداء، فنمي ذلك إليه، فوجه فكسى البهو والأروقة والمجالس الخيشة، وأضعف ما كان يعد من الألوان والثلج والفاكهة والخوان. لما حضر وقت الانصراف انصرفت، فنمي ذلك إليه،
فقال للخادم الموكل بطاهر: نمي إلي انصراف أحمد بن يحيى في وقت الطعام والفاكهة، فظننت أنه استقل ما كان نحضره وأنه لم يستطب الموضع، فأضعفنا ما كان يقام وزدنا في الخيش، ثم نمي إلي أنه قد انصرف بعد ذلك، فتقول له عن نفسك: بيتك أبرد من بيتنا، أو طعامك أطيب من طعامنا. وتقول له عني: انصرافك إلى منزلك في وقت الغداء هجنة علينا. فلما عرفني الخادم ذلك أقمت، فكنت على هذا الحال 13 سنة، وكان يتغدى معنا من يحضر من خاصته مثل أبي من يحضر من خاصته مثل أبي عون وغيره، وكان يقيم لي مع ذلك كل يوم 7 وظائف من الخبز الخشكار ووظيفة من الخبز السميز و9 أرطال من اللحم وعلوفة رأس، وأجرى لي في الشهر 1000 درهم، وكان يتفقد من يجرى عليه القوت من الخبز واللحم حتى يصل ذلك إليه في وقته ولا يتأخر عنه. خلف ثعلب رحمه الله 21,000 درهم و2,000 دينار ودكاكين بباب الشام قيمتها يومئذ 3,000 دينار، فرد ماله على ابنه وابنته، وأوصى إلى علي بن محمد الكوفي من تلاميذه، تقدم إليه في دفع كتبه إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق بن سعيد القطربلي، فقال إبراهيم الزجاج للقاسم بن عبيد الله: هذه كتب جليلة فلا تفوتنك. فأحضر خيران الوراق فقوم ما يساوي 10 دنانير ب3 دنانير، فبلغت أقل من 300 دينار، فأخذها القاسم بها. وكان أبو سعيد السكري كثير الكتب جدا، وكتب بخطه ما لم يكتبه أحد، وكان إذا لقي الرجال لا يفارقه كتاب، وكان أحمد بن يحيى ثعلب لا يرى بيده كتاب ويتكل على حفظه. فأما إقتاره على نفسه فإنه كان غاية فيه. قال بعض أصحابه: دخلت عليه يوما وقد احتجم، وبين يديه طبق فيه 3 أرغفة و5 بيضات وبقل وخل وهو يأكل، فقلت له: يا أبا العباس، قد احتجمت، فلو أخذ لك رطل واحد من لحم فأصلحت به قديرة لكان أصلح. فقال: رطل لحم وثمن توابل ومثله أيضا للعيال ما له معنى. قال ثعلب: دخلت على يعقوب بن السكيت وهو يعمل بعض كتبه، فسألني عن شيء من الإعراب فتكلمت فيه، فلم يقع له فهمه فصحت. فقال: لا تصح، فإنما أريد أن أتعلم، فاستحييت. وكان محمد بن عبد الله بن طاهر قد أجرى على ثعلب كما ذكرنا في كل شهر 1,000 درهم، وعلى خليفته 500 درهم، وعلى ختنه 300 درهم. قال ثعلب: سألني محمد بن زياد الأعرابي رحمه الله: كم لك من الولد؟ فقلت: ابنه. وأنشدته: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وكان ثعلب لا يكاد يجتمع مع المبرد في مجلس للسبب الذي تقدم ذكره، فإذا تلاقيا في الطريق تواقفا وتساءلا رحمهما الله. وكانت بنت أبي العباس قد استهلكت له 1,000 دينار من 2,000 دينار، فطالبها بذلك أشد مطالبة وأغلظ لها، فجمع عليها أصحابه وناظرها بحضرتهم، فقالت له من وراء الستر: أنت أعرف بموضع الدنانير، كان الوقت صيفا كما علمت، وكنت تخرج عنا بكرا، إذا انتصف النهار ترجع إلينا فتخلع ثيابك وتقول: عندكم شيء نأكله؟ فتخرج إليك الجارية مائدة عليها أرغفة سميز، وقطعة من جدي أو دجاجة أو بذج، وفضلة من جام حلوى بالإضافة أو التمييز، فتأكل من ذلك، ولا تقول: من أين لكم هذا؟ فلا يزال ذلك دأبك، ولا تسأل عما يقدم إليك ولا عما ترى من الفاكهة والطيبات. يا أصحابه قولوا له: تلك الدنانير ذهبت فيما كنت تأكله ولا تسأل عنه، نأكل ونطعمك. فافترقا وقد أوجبت عليه الحجة، ولم يصل منها إلى درهم واحد. وكان أبو العباس في آخر عمره قد ثقل سمعه وساء خلقه، ولما مات دفن في باب الشام في حجرة اشتريت له وبنيت بعد ذلك. وكان سبب وفاته كما شاء الله أنه كان يوم جمعة قد انصرف من الجامع بعد صلاة العصر، وكان يتبعه جماعة من أصحابه إلى منزله،
فلما صار إلى درب بناحية باب الشام اتفق أن ابنا لإبراهيم بن أحمد البادراني يسير على دابة، وخلفه خادم على دابة، وقد قلق واضطرب. وكان أبو العباس هذا قد صم ما يكاد يسمع الكلام إلا بعد تعب، وكان في يده دفتر ينظر فيه، وقد شغله عما سواه، فصدمته دابة الخادم وهو لا يسمع حسها لصممه، فسقط على رأسه في هوة من الطريق قد أخذ ترابها، فلم يقدر على القيام، فحمل إلى منزله وهو كالمختلط يتأوه من رأسه. وكان سبب وفاته من ذلك رحمه الله. قال ثعلب رحمه الله: رأيت المأمون لما قدم من خراسان، وذلك سنة 400، وقد خرج من باب الحديد وهو يريد قصر الرصافة، والناس صنفان إلى المصلى. قال: فحملني أبي على يده، فلما مر المأمون رفعني على يده وقال لي: هذا المأمون، وهذه سنة 4. فحفظت ذلك عنه إلى الساعة. وقال لي: هذا المأمون، وهذه سنة 4. فحفظت ذلك عنه إلى الساعة، وكان سني يومئذ 4 سنين. وله من الكتب والتصنيف: كتاب المصون، كتاب اختلاف النحويين، كتاب معاني القرآن، كتاب الموفقي في مختصر النحو، كتاب ما تلحن فيه العامة، كتاب القراءات، كتاب معاني الشعر، كتاب التصغير، كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف، أو كتاب ما يجرى وما لا يجرى، كتاب الشواذ، كتاب الأمثال، كتاب الأيمان، كتاب الوقف والابتداء، كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار، كتاب الهجاء، كتاب الأوسط، كتاب إعراب القرآن، كتاب المسائل، كتاب حد النحو، كتاب تفسير كلام ابنة الخس، كتاب المجالس. والحمد لله رب العالمين.